وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. دكتور حسام، بعد التحية فندم، في البداية لو تطمئننا على حالة الطفل عبد الله المصاب في ساقه اللي وجه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة استقباله وعلاجه. والحمد لله، بناء على استجابة السيد الرئيس لاستغاثة الطفل عبد الله كحيل على مواقع التواصل الاجتماعي الذي طلب فيه أن يتم علاجه في مصر، الحمد لله النهارده سيارات الإسعاف المصرية استقبلته في معبر رفح مع الطواقم الطبية، وهو في طريقه الآن لمعهد مصر لتوقيع كشف كامل عليه من مجموعة من التخصصات في العظام والجراحة العامة وجراحة التجميل للبدء في علاجه فور وصوله إلى معهد مصر. دكتور حسام، عايزين نعرف من حضرتك أكتر عن سيارات الإسعاف والحضانات المجهزة لاستقبال الأطفال والمصابين عبر معبر رفح المصري. يعني أيضا هناك توجيهات من السيد الرئيس للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بالاستعداد التام لاستقبال الأطفال المبتشرين الموجودين في القطاع. احنا في وزارة الصحة تم تجهيز أكثر من 35 سيارة إسعاف مجهزة بحضانات متنقلة موجودين الآن داخل المعبر في انتظار وصول الأطفال لنقلهم إلى المستشفيات المصرية. ماذا عن جاهزية المستشفيات في شمال سيناء؟ يعني عايزين نعرف من حضرتك أكثر، وهل يعني لدينا حصر لعدد المصابين المتواجدين في المستشفيات المصرية في هذا التوقيت؟ تأكيد لدينا حصر لأعداد كل المصابين الموجودين في الأراضي المصرية. المستشفيات في شمال سيناء الحقيقة مؤهلة على المستوى التجهيزي وعلى مستوى التشغيلي وكذلك على مستوى الطواقم الطبية. الطواقم الطبية الموجودين هم من أكثر الطواقم الطبية الاستشارية سواء من أساتذة الجامعات المصرية أو من استشاري وزارة الصحة للتعامل مع حالات الإصابات المتعددة، بالإضافة إلى أن احنا بعد اجتماع مجلس الأمن القومي المصري برئاسة السيد الرئيس كان هناك أيضا تشييد للسيد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار برفع وتقديم كافة أوجه الدعم الطبي للأشقاء في القطاع، وبناء عليه تم إعادة إمداد المستشفيات في شمال سيناء وزيادة الكميات التي تم إمداد المستشفيات بها سواء من المستلزمات أو الأدوية أو الأكسجين أو الدم بما يتناسب مع التوقعات التعامل مع هذا الحدث. إذن فهناك مساعدات مستمرة في الدخول عبر معبر رفح عن طريق مصر والقطاع الطبي في مصر. المساعدات بتمر عن طريق الهلال الأحمر المصري، سواء هي مساعدات مصرية خالصة أو مساعدات من الدول الشقيقة والصديقة التي تقوم بإرسال مساعدات إلى العريش حيث يستلمها الهلال الأحمر المصري يدخلها بدوره من خلال المعبر إلى الهلال الأحمر. صحيح، جزيل الشكر لحضرتك دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، شكرا لك.